الرئيسية بلؤلؤة الثورة بني عباس الساحرة التي تختزن موروثا ثقافيا ماديا وغير مادي يصنع غناها وتنوعها، أهمها القصور الممتدة على طول منطقة الثورة التي نال منها التدهور والنسيان، لكنها اليوم تسترجع مكانتها بفضل مشروع جمعية روروط المحلية الذي يهدف إلى استعادة الطابع السياحي للمنطقة. جميل العموري. نحن هنا بولاية بشار تحديدا بمنطقة بني عباس، روائع طبيعية، رمال ممتدة وقصور عتيقة شامخة تصنع سحر وجمال المنطقة. قصور لا تزال تصر على البقاء رغم ما تعرضت إليه من انتهاكات وتدهور وهشاشة. مشروع قصور صحراوية للتنمية المستدامة الذي تبنته جمعية واروروت جاء لحماية القصر وإعادة ترميمه في إطار مشروع الشراكة الجزائرية الأوروبية. المشروع مدة نتاعه 15 شهر، بدأ من أوت 2008 ويكمل في نهاية أكتوبر 2009. الغلاف المالي اللي خصص لكل المشروع يقدر ب 560 مليون سنتيم، 20% منه يعني 80% تمويل الاتحاد الأوروبي و 20% تمويل جمعية واروروت. 4 مساكن إذن من قصر واروروت في حالة ترميم ليتم تحويلها إلى قطب ثقافي وسياحي هام. نسبة الإنجاز في مجال الترميم وصل ل 98%، بقي رتوشات أخيرة وتجهيز المكان. سيتم إذن إعادة بعث النشاط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في القصر وإدارة نشاطات ثقافية أخرى تسعى في مجملها إلى فك العزلة الثقافية عن منطقة بني عباس. وبغروب شمس الثورة نختم النشرة الرئيسية لهذا